عروش الميليشيا تتهاوى في الجوف، عرش آخر يسقط بأيدي رجال المقاومة والجيش الوطني بعد أن كانت المقاومة قد سيطرت على مديرية خب والشعف، كبرى مديريات المحافظة. كان معسكر الخنجري على موعد مع المقاومة، وبعد حصار استمر لساعات تمكنت المقاومة من جحود المعسكر الذي يعد من أهم مواقع الميليشيا في محافظة الجوف. والآن صار الخنجر بيد الشرعية، فيما سيكون المعسكر منطلقا لعمليات الجيش الوطني لتطهير ما تبقى من الجوف، ومحطة في منتصف الطريق إلى صعدة، المعقد الأول والأخير للميليشيا. على جبهة موازية تمكنت المقاومة والجيش الوطني من السيطرة على مواقع جديدة في نهم وسط استمرار المواجهات العنيفة هناك منذ أيام. وذكر مصدر في المقاومة أن معارك عنيفة تدور بين المقاومة والجيش الوطني وبين ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع من جهة أخرى في مسورة مركز مديرية نهم، فيما سيطرت المقاومة على مناطق جديدة على أطراف منطقة الربيد وفي منطقة محلي من الجهة الجنوبية، حيث سيطرت المقاومة على بعض التباب بالقرب من نقيل بن غيلان الذي يعد أهم أهداف المواجهات الدائرة هناك. وسط هذا التقدم المتسارع الذي تحرزه المقاومة والجيش الوطني، قال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد العامري إن معركة صنعاء تنتظر فقط قرارا سياسيا، متوقعا استعادة العاصمة صنعاء خلال الأيام القليلة القادمة. بالقرب من صنعاء وعلى تخومها باتت كلمة المقاومة والجيش الوطني هي الأعلى، فيما ينتظر الجميع لحظة نضوج ترتيبات المعركة القادمة التي يبدو أنها ستكون في صنعاء، مع استمرار الميليشيا في رفضها لأي طريق آخر.